السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع روعة وجمال نباتات الربيع، النهاردة بنقوم بعملية إعداد للمشتل الخاص بهذه الشتلات. ونباتنا اليوم هو نبات الأفريكان ديزي أو اللؤلؤة الأفريقية، واتكلمنا في فيديو سابق عن هذا النوع من النبات الجزء القصير، والنهاردة بنشوف الجزء البذور الخاصة بالنبات الجزء الطويل. بنقوم بعملية نسر لهذه البذور، هذه البذور كما تشاهدون خاصة بنبات اللؤلؤة الأفريقية. بنقوم بعمليات نسر على سطح التربة التي تم إعدادها من قبل، ثم نقوم بعد ذلك بتغطيتها وريها غدا إن شاء الله، ثم عمل صوبة بلاستيكية للحفاظ على هذه الشتلات من التغيرات المناخية، سواء ارتفاع درجات الحرارة أو سواء عمليات الصقيع الليلي والتغير في درجة الحرارة. وكده بيكون تعلمنا كيفية نسر هذه البذور. بنقوم بعد ذلك بتغطية هذه البذور بطبقة خفيفة من التربة، تغطية هذه البذور بطبقة خفيفة من التربة حتى تحميها من عملية الانجراف عند عملية الري. وإن شاء الله هنروي هذه الشتلات غدا، وبعد ذلك هنقوم بوضع صوبة بلاستيكية لحمايتها من التغيرات المناخية. وبنكون النهاردة أنهينا عملية زراعة نبات الأفريكان ديزي أو اللؤلؤة الأفريقية من البذور التي تم جمعها من حديقة الزراعة المنزلية في الصيف الماضي. وهذا النبات بيتحمل التغيرات المناخية وهو سهل الرعاية، وتبدأ عمليات الإزهار بداية من فصل الربيع وحتى منتصف الصيف، ثم يتوقف عن الإزهار فترة الصيف وفترة ارتفاع درجات الحرارة، مع وعد بفيديوهات أخرى لنبات آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.